للسنة السابعة على التوالي تحتفل البلاد بيوم الشباب الكويتي الذي يصادف 13 من شهر مارس من كل عام، وهو اليوم الذي تم فيه تسليم الوثيقة الوطنية للشباب الكويت تسمع لسمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه. ويشكل هذا اليوم دعما لشباب الكويت ومشجعا على مشاركتهم في التنمية لرسم مستقبل البلاد وتشكيل حضارتها.